بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه ايها الاخوه المشاهدون ايتها الاخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات رب لترضى معنا الشباب من الذي معه السؤال اليوم احمد حقيقة انا كنت كلمتنا بشكل مجمل قبل كده عن الكلمات العشر الطيبات كنا عايزين نعرف بعد اذن حضرتك ايه هم الكلمات العشر الطيبات وايه تاثيرها وهل لهم تاثير مختلف عن بقيه الافكار وعلى اي اساس اختيرت العشره دي بالذات كلمه الكلمات العشر الطيبات تجدها في كتابات الطريقه الشاذليه والطريقه الشاذليه هي طريقه تنتمي الى احد الانواع الثلاثه للتصوف فكما يقول الدارسون والباحثون ان التصوف منه تصوف سلفي وامام هذا التصوف السلفي امثال الامام مالك والشافعي وابي حنيفه وامثال هؤلاء ومنهم الفضيل بن عياض ومنهم ابراهيم بن ادهم. وهذا التصوف السلفي كان يطلق عليه الزهد. وتختلف مشارب هذا التصوف السلفي فنرى مثلا مشرب للامام احمد بن حنبل ومشرب اخر للحارث المحاسبي. لكن الكل هذا هو كان رافعا لواء درجه الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فهو يراك وليه ما التصوف السلف لان المصطلحات لم تستقر بعد لان القواعد لم تدون بعد لان الكتب المعتمدة المختصه لم تكن بعد شانه شان الفقه شانه شان اصول الفقه شانه شأن معاجم اللغة فترة زمنية فترة زمنية هذه الفترة الزمنية كانت تتميز بأن المصطلحات لم تستقر ولذلك هو الزهد أو هو الإحسان أو هو الأخلاق أو هو وهكذا فترة زمنية قواعد الأصول مثلا كانت موجودة عند الصحابة لكن الذي جمعها وصاغها وأخرجها الإمام الشافعي في الرسالة الأحاديث كانت موجودة مع الصحابة هم الذين رأوا الحديث لكن الذي نظم هذا ابن شهاب الزهري أول ما فعل ثم جاء الإمام مالك في الموطأ ثم جاء بعد ذلك في القرن الثالث الإمام أحمد بن حنبل ومعه تلامذة البخاري ومسلم وكذا إلى آخره إذا هذه فترة أخرى غير الفترة الأولانية لكن الأمر ما هو موجود من الأول القراءات موجودة من الأول لكن فين قراءة ابن كثير وقراءة نافع وقراءة أبي جعفر وقراءة حفص عن عاصم ولا شعبة عن عاصم كل الكلام ده أتى فيما بعد واستقر واستقرت مصطلحاته استقرت كتبه استقرت قواعده وتحول إلى علم قابل للنقل وليس علما منتشرا شائعا ولذلك الإمام الخطيب البغدادي جاب الرسالة بتاعت الشافعي وقال لك انتوا عارفين الكلمة دي جاية منين؟ من ابن مسعود، عارفين الكلمة دي اللي بعديها جاية منين؟ من ابن عباس، عارفين دي جاية منين؟ من ابن الزبير، وعارفين دي جاية منين؟ من وراح إيه؟ أسند الرسالة، وده يبين لك هذا المعنى الذي في كتاب لطيف له اسمه الفقيه والمتفقه، ففي الفقيه والمتفقه بيظهر لك كيف دونت العلوم وكيف استطاع الأئمة أن يلخصوا ما كان في الصدر الأول منتشرا تصوف كذلك ننتقل إلى المدرسة الثانية المدرسة الأولانية اسمها إيه؟ تصور السلفي إمام همين الإمام مالك الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي الإمام الفضيل بن عياض الإمام إبراهيم بن أدهم إلى آخره مين بقى اساس المدرسه الثانيه اللي بيسموها التصوف السني التصوف السني امامه أبو طالب المك في قوت القلوب الإمام بتاعه الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين الإمام بتاعه عبد الكريم القشيري إذن في مدرسه تصوف متصل بالعمل متصل بالذكر والفكر متصل بترتيبات ماخوذه من الكتاب والسنه من اجل عمل برنامج يومي للانسان يستفيد من كتاب الله المسطور ومن كتاب الله المنظور الاساس هو السلوك حتى نصل إلى الإنجذاب إلى الله سبحانه وتعالى. فدي سموها مدرسة التصوف السني. من ضمن مين دول؟ عبد القادر الجيلاني. قدس سره. ابن تيمية يقول نور الله ضريحه. سيد عبد القادر الجيلاني. متفق على جلالته لأنه ماشي بالشرع مظبوط رجل ياخذ انواره واسراره من الكتاب والسنه يقول الجنيد طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنه الى اخره مدرسه التصوف السني ينتمي منها في مدرسه التصوف السني ده ابو الحسن الشاذلي كل الكلام ده بقوله علشان الكلمه دي علشان نرسم ابو الحسن الشاذلي تابع فين تابع التصوف السلفي ولا التصوف السني ولا التصوف النظري اللي هو ساعات يقولوا عليه التصوف الفلسفي لا تابع التصوف السني طب التصوف الفلسفي ده ده مين فيه من الائمه ولا من الدين ابن العرب الجيلي ابن سبعين العفيف التلمساني وهو ده اللي الناس ساعات تزعل معاهم لانهم مش فاهمين هم بيقولوا ايه وهو ده اللي قالوا كتبنا حرام على غيرنا هم نفسهم قالوا لها نعم هم قالوا هما كده هم اللي قالوا كده اه كتبنا حرام على غيرنا لانها مكتوبه بمصطلحات او برموز او بطريقه لا يفهمها إلا من عناها فالذي يقرأها من غير المفتاح يظن ظنونا باطلة ويعتقد عقائد منحرفة هم نفسهم يأبونها طب لما هي عقائد منحرفة وظنون باطلة كتبتها لي قال لكثرة توارد المعارف على قلب العارف ولعجز اللغة عن هذه الأحوال اللغة مكتوبة علشان نتفاهم إحنا بيها مش علشان تصف الأحوال العالية جدا التي توصلوا إليها بعض الناس ما يدخلش في مزاجها الكلام ده واخد بالك ولذلك الشيخ محي الدين بن العربي ألف في بداية الفتوحات المفتاح قال اي حاجه تختلط عليك وانت ماشي وتظنها ارجع للمفتاح ده. فهو المفتاح ده هو السليم. احمل دكهت عليها. اوعى فكرك يروح هنا ولا هنا. هل ينتمي اليها ابو الحسن الشاذلي؟ المدرسه دي؟ لا. ينتمي الى ايه؟ التصوف السني. له الزهد بمعانيه المنتشره. عند السلف وله التصوف الفلسفي النظري عند محي الدين وأطرابه أو وإخوانه نعم مولانا جلال الدين الرومي ينتمي لأنهي واحدة من الثلاثة دول يميل إلى النظري نعم يميل إلى الفلسفي لكنه مع ميله إلى الفلسفي كان متوجها بالحب يعني هو ركز على الحب، الحب هتجده عند محب محي الدين ابن العرب إنما هو بقى ده يعني جعله عمود رؤيته للكون، الحب طاقة الحب، ولذلك تجد أكثر الناس إسلامًا في أوروبا عن طريق مولانا جلال الدين الرومي. لانه الناس مع الحضاره الغربيه والماديه المفرطه يميلون جدا الى المعاني الروحيه العاليه خاصه في الحب فتراهم انهم انجذبوا من كلام جلال الدين الرومي أنا لسه ما جاوبتش على الكلمات العشر الطيبات، أنا بوصف لك الخريطة اللي فيها التصوف السلفي، التصوف الصوفي، التصوف الفلسفي، وأن أبو الحسن الشاذلي التي وردت هذه الكلمة في كتبهم لأنها وردت في أوراد الشاذلية التي ألفها أحمد الكشمخانوي التركي وهو أوراد الشاذلية ألف كتاب اسمه الأوراد الجزء الأول منه أوراد الشاذلية وأحزابها الجزء الثاني منه أوراد النقشة بندية الجزء الثالث منه أوراد محي الدين ابن العربي ثلاث أجزاء طبع في اسطنبول قديما في القرن التاسع عشر اسمه أحمد الكشمخانوي ومن الطريقة الشاذلية تهتم بالجزء الإيه؟ الأول لأنه فيه دراسة آآ 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 واسعة عن كل ما ورد من أحزاب عن سيدي أبي الحسن الشاذلي وعن تلامذته وتلامذة تلامذته إلى تمام السلسلة. هو يا سيدي اللي بيميز الطريق الشاذليه عن بقية الطرق والإمام الشاذلي عن بيت الأئمة. وكلهم من رسول الله ملتمس طريق الله واحد والخلاف من جهله المريدين. فالقضيه مش قضيه تميز ولا تعالي ولا كذا الى اخره، قضيه ان طريق الله هو مبني في نهايه على اتباع الكتاب والسنه للوصول الى قواعد توصلنا الى درجة الإحسان أنا قصدي يا سيدي مش التميز الميزة الحلوة لا أنا قصدي الحاجة اللي بتعرفنا يعني الأساس اللي اتبنى عليها الطريقة الشاذرية يعني متابعين أكتر مثلا للحديث ما بيعملوش مثلا حلقات ذكر جماعي يعني العلامات بعد يعني الفاصل نجيب على سؤال بسم الله الرحمن الرحيم كنت يا بلال بتسأل قبل الفاصل على هو ايه اللي بيميز الطريقه الشاذليه؟ خليني برضو اجاوب الاول على سؤال اللي بدأنا بيه عشان ما ننتهش. أنا عندي خريطة فيها التصوف السلفي، التصوف السني، التصوف الفلسفي وابو الحسن الشاذلي منتمي الى التصوف السني اللي من ائمته ابو طالب المكي في قوت القلوب وابو حامد الغزالي في احياء علوم الدين وعبد الكريم القشيري في الرساله القشيريه الى اخره. هذا ورد في كتبهم وخاصه كتاب احمد الكشمخانوي الكلمات العشر الطيبات. بحثنا ايه كلمات الطيبات دي العشرة الطيبة كانوا يسموها الجمهور كده العشرة الطيبة وهي دي اللي خدها سيد درويش وخلاها على الكوتشينة ولعب القمار العشرة الطيبة ما هو ليه أوبريت اسمه العشرة الطيبة العشرة الطيبة دي كانت موجودة في ألسنة الناس على الكلمات العشرة الطيبات فرح واخدها وعايز يلعب بيها فلعب بيها في حته تانية اللي هي دي معلش ما, ما علينا منه بس انا بدي لك شوف 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 الحاجات دي اثرت في الشعب ازاي واخد بالك فالعشرة العشرة الطيبة ايه هم دول العشر كلمات الطيبات سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله, الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله الخمسة دول يسموهم الباقيات الصالحات طب باقيات صالحات لي لأن هذه الكلمات عند الذكر بها والمداومة عليها هي التي تبقى لك بعد الرحيل لما الواحد يموت أم يلاقي من أعماله الحسنة باقيات حتى بعد الموت تستمر معه وهي صالحات ففي التفسير أن الباقيات الصالحات هذه الكلمات الخمس وبالتأمل تجد أنها كلها واردة في أحاديث كثيرة عن سيدنا رسول الله ووردة في القرآن طيب بقية العشرة إيه إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل بالك ازاي سيؤتينا الله من فضله ورسوله كده ها قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلت على الله استغفر الله نمره تسعه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تمام العشر يبقى دول الكلمات العشر الطيبات الكلمات العشر الطيبات إذن وردت في السنه الكلمات العشر الطيبات يجوز أن تصنع بها وردا يوميا لنفسك الكلمات العشر الطيبات من ضمنهم ختم الصلاة اللي قلنا 33 مرة سبحان الله 33 مرة الحمد لله 33 مرة الله أكبر ثم تتم المئة بلا إله إلا الله أو لا إله إلا الله أه أه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير تتم بها المئة طيب هي ايه قصة ختم الصلاة دي ختم الصلاة ان الصحابة جات الفقراء اللي ما معهمش فلوس يتصدقون بها فقالوا ذهب اهل الدثور بالاجور قاعدين ينفقوا ويتصدقوا وياخدوا اجر واحنا ما معناش فلوس ناخد اجر فقال هلّا دللتكم على شيء ان فعلتموه ورحم دلهم على دي يبقى اذا دي ثوابها عند الله كبير كانه من جنس ثواب الصدقه اللي قال فيها رسول الله الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. يبقى دي زي دي. فالاغنياء سمعوا فبقوا يعملوها برضه فجم يشكو الفقراء تاني يا رسول الله بنشوف بيعملوها قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الاغنياء عندهم همه خلاص خليهم يعبدوا ربنا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اذا دي الكلمات العشر الطيبات هنجدها عند الشزلية اللي هي المدرسة التصوف السني اللي هي بترى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله في الطريق الإحساني أو في طريق الله أو في الطريق والسعي إلى الله بالذكر والفكر وهذه الكلمات العشر الطيبات مما علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله فإذا تقرر ذلك والله أعلم بما هنالك انتقلنا إلى السؤال بتاع بلال اللي هو طيب هي أنت بتقولي الطريقة الشاذلية منتمية إلى التصوف السني والتصوف السني ده في طرق تانيه اه في طرق كتير في طرق منسوبه الى الامام الرفاعي في طرق منسوبه الى احمد البدوي في طرق منسوبه الى احمد التجاني في طرق منسوبه الى الامام الجشتي اسمها الجشتيه والاكبريه والاكبريه نسبه الى محي الدين ابن العربي في طرق كثيره نهايتها ائمه من هؤلاء في الخلوتية فيه القادرية نسبة إلى عبد القادر الجيلاني فبيقول لي طيب ده كل إمام ليه طريقة كل طريقة من دول ولتكن الشاذلية مثلا اختلافها عن الطريقة التانية إيه؟ اختلافها عن الطريقة التانية الأوراد اختلافها عن الطريقة التانية هل يبدأ بالجذب فيصل به الى السلوك او يبدا بالسلوك فيصل به الى الجذب هي الجذب واحد يبدا بالمجردات بالافكار فتدفعه الى العمل فيفهم يعني ايه الوهيه ويعني ايه ربنا ويعني إيه إن, إن حقائق الأكوان مبنية على لا حول ولا قوة إلا بالله فقلبه ينجذب إلى الله يعني زي الحديد مع المغناطيس فده يدفعه إلى التمسك بالصلاة والزكاة والصوم والذكر والقراءة والاجتهاد وفعل الخير و وعبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس يبقى ده مجذوب سالك ولا سالك مجذوب؟ يعني نصلي ونصوم ونذكر ونعمل الخير حتى نفهم تلك المعاني فننجذب إليها ده صح وده صح أدي القضية إن هذه الطرق منها ما هو أقرب إلى السنة ومنها ما فيه شدة توائم المشارب فتلاقي فيه في الشاذلية أقرب إلى السنة فما يكلفكش حاجات صعبة شوية كنا نقول لمشايخنا طب دي دي ألف طريقة هي قدامنا نختار مين فكان يقول تختار الأقرب إلى السنة والأقرب إلى التيسير يبقى في حتتين انه متمسك بالسنه لما تقرا بقى احزاب ابو الحسن الشاذلي وتقرا احزاب كده اهو الاحزاب والاذكار تلاقيها كلها موجوده في السنه يعني احزاب؟ حاضر الحته الثانيه انها ميسره انا شيخ وانت تلميذ وفي رعونات عندك كده شويه وماخدك بالهوينه كده و بالزمن الطويل وكذا لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. في طرق تانية بقى بتعمل حاجات غريبة أوي. يقول لك لا علق السبحة في رقبتك. طب ما الناس تضحك علي ما أنت أنت بتعبد ربنا ولا الناس؟ فيجي معلق السبحة بس تبقى نص رطل. عمليه إيه إيه؟ فيها قهر. تروح للشيخ يقول لك ادخل بقى حلو نظف عشة الفراخ عشان يكسر نفسك خاصة لو شافك غني أو يعني شايف نفسك كده شوية وما فتدخل تنظف عشة الفراخ وأنت متبرم شوية كده بس عشان الشيخ اللي قال وكذا إلى آخره لا تربية فيها إيه؟ شدة في كده لكن في النوع الثاني من التيسير وطولة البال وكذا الى اخره، ده اللي قالوا فيه كل شيخ وليه طريقه. هنجاوب بقى على سؤالك الحلقه الجايه، فالى لقاء اخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.